البيت جنة صاحبه، ولكن لدينا تحدي في تحويل بيوتنا من صحراء إلى جنة خضراء. فكرتي استغلال المساحات الشاغرة في المنازل والموارد المهدرة في صناعة حياة صحية لأبنائنا. ابتكاري مشروع غرس، وهو عبارة عن حديقة منزلية مبتكرة تعيد استخدام المياه الرمادية وتستخدم الطاقة الشمسية في تحويل بيوتنا إلى حدائق ذكية من خلال متابعتها بتطبيق ذكي. مهمتي هي الحفاظ على البيئة ونشر الوعي بين أفراد الأسرة. الابتكار هو استغلال الموارد المهدرة لبناء حياة صحية وسعيدة. صوتوا الآن لاختيار الابتكار الأفضل، سيتم إعلان الفائزين خلال أسبوع الإمارات للابتكار.